لردع أي عمليات تخريبية قد تطال المغرب خلال المرحلة الراهنة، والشعب المغربي سيكون خلف القيادة والملك مهما كانت الظروف. أزمة سياسية مفاجئة، توتر الأجواء بين المغرب والجزائر، بتمروا إن شاء الله على خير. حالة من الحزن والحداد تلف المغرب لحدث ما. سيقود الملك المغربي حملة واسعة على الفساد، وسنرى أسماء وشخصيات مغربية كبيرة بعيدة عن الواجهة السياسية، وبعض هذه الشخصيات ستكون وراء القطبين رجاء. نعم. بعد حصول ثورة إصلاحات وأرى تغييرات كبيرة في الحكومة المغربية. جلالة الملك المغربي يتعرض لعارض صحي طارئ ويمر بسلام بإذن الله. ما تخافوا يعني عليه، إن شاء الله على خير. إن شاء الله على سلامة. قرار جريء من الملك المغربي يفاجئ الجميع، وهذا القرار سيعيد الثقة والهدوء إلى الشارع المغربي بعد موجة من الاضطرابات الواسعة. وحتى في زيادة الرواتب بالمغرب للجيش المغربي للحقوق للي بيشتغلوا بالحكومة يعني والشعب اللي بيشتغلوا بالدولة، زيادة رواتب إذا بدك تقول على أمل يصير عنا بلبنان ياخذوا الشعب وياخذوا الجيش الراتب اللي بيستاهلوا كمان. صحيح.